Then I Sorry. to answer كل ربح بالريس. Sorry, can you start again? I just mess it up here. Yeah, you go. الثورة قامت على الهدف واحد هدف اسمه هو الحرية. الحرية للشعب الكل. دونك نصور المكسب هذا الحرية ان الشعب الكل كسب معناها الحرية. الشعب الكل توا عنده الحرية للتعبير. حرية ابداء الرأي. حرية باش يقول اللي يحب عليه، حرية باش يحط في المنصب السياسي هذاك شكون يحب، شكون ما يخليهوش في المنصب هذاك، شكون ينحيه وشكون يخليه. دونك الحرية هي المكسب الأول للشعب، الشعب الكل مش دونك جميع أفراد الشعب، هذيك الحرية. بالطبيعة الحرية هي معناها أهم حاجة في الديمقراطية. تقعد عندك الحرية بعد تنجم تكسب حاجات أخرى تجي بعد الحرية. من هيك ما قلت لك الديمقراطية. الحرية تنجم تعمل معناها تأسس من النظام. معناها برشا حاجات أخرى تنجم تبنيها على أساس أن الحرية، خاطر الحرية هي معناها تبقى الأساس نتاع المبادئ الأخرى الكل. That's it. What did you say? I was saying that freedom is the most important value for in the revolution. So freedom was as a gift from the revolution for all the Tunisian people. And this, of course, freedom is very important to build democracy. In that case, so we can choose who to be in that politic post, and who not to be in that politic post. So that freedom is the most important in democracy. And from it, beginning with freedom, we can build for other human values.